احب اطمن كل اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه اللي بتحب كابتن خطيب. تعرف كابتن خطيب طبعا الناس بتحبه, مش الاهلاويه بس, لا ده على مستوى الجمهور المصري والعربي. الحمد لله هو خضع النهارده الصبح لجراحه بالمنظار. الدكتور طبعا ماير, والدكتور ماير معروف طبعا من اشهر الدكاتره في جراحه الظهر والعمود الفقري, وعمل جراحه النهارده بالمنظار الصبح والحمد لله اطمنا عليه وخرج من غرفه العمليات والدكتور اطمن عليه. وكان في اتصال مع سياده السفير بدر عبد السفير سفير مصر في المانيا, وهو طبعا موجودين معاه ومشكورين كتر خيرهم طبعا, مش سايبين الكابتن هناك وطمنونا على حالته الصحيه. وان شاء الله باذن الله يعني هو 3 ايام وهي 48 ساعه غادر المستشفى, يرجع فندق الاقامه, وبعد كده ان شاء الله هيسيب المانيا ويرجع تاني على دبي بقى الفتره اللي هي بتاعه النقاهه المطلوبه يعني. والمفروض اللي هو هيبقى في عوده من 6 7 8 اسابيع, بحيث يبدا بقى يحط البرنامج بتاع العلاج الطبيعي اللي هيمشي عليه ان شاء الله باذن الله. لكن هو صحته الحمد لله كويسه واطمنا عليه يعني ان شاء الله. في اتصال على طول مستمر الحمد لله, وكان في اتصال امبارح, وكان الكابتن طبعا يوميا بيتصل معنا حتى هو في ابو ظبي عشان بيتابع الشغل كل يوم, وبيتصل بالنائب رئيس النادي الاستاذ عمي فاروق والامين الصندوق خالد برندلي, وعلى طول في متابعه يوميه في الاعمال لغايه امبارح بالليل. والحمد لله هو النهارده دخل, وان شاء الله باذن الله هنطمن عليه, بس احنا سايبينه يريح شويه ونطمن عليه عشان خاطر نرجع تاني نكمل الشغل بتاعنا باذن الله. يعني هو النهارده لسه جاي لنا دلوقتي الاخطار. اولا في تعديل لموعد مباراه وادي دجله, هيبقى الساعه 5:30 في استاد القاهره ان شاء الله ده بكره. تاني حاجه انت جالك الميعاد باذن الله, ماتش الترجي هيبقى في بدل 5:5 هيبقى تاريخ 4:5 ان شاء الله, واحنا بالتالي هنبدا نخاطب الاتحاد المصري ونخاطب الجهات الامنيه. هنحاول ان احنا نلعب في الماتش في القاهره برضو تاني, واحنا قلنا الكلام ده قبل كده, محاولات هنحاول نلعب في القاهره ان شاء الله يعني دعما للفرقه ودعم للفرقه اللي هي بتشارك في افريقيا. احنا قلنا الكلام ده قبل كده, انت بتسافر تونس بتلاقي كل الناس بتبقى مع الفريق بتاعها, بتسافر في اي دوله يعني احنا عايزين دي افريقيا ومش اكتر من كده. وقلنا احنا خدنا خطوه مش عايزين نرجع فيها, واللي بيغلط بيتحاسب, وانا شايف الناس كلها ملتزمه في الاطار العام, فمفيش حاجه تخوفنا ومفيش حاجه. يبقى احنا عايزين نساعد عشان خاطر افريقيا هي كاس العالم للانديه, فعايزين نرجع تاني باذن الله. ما يبقاش في عيب اللي انت انتقالات وانتقالات جمهور وانتقالات فرقه, وعايزين نخرج بره اطار اللي انا بحط مجهود اللي انت تدور على الملعب يعني, ما نخرج براها بقى يعني خلاص الموضوع ده خلص. احنا النهارده يعني 2018 والدوله الحمد لله رب العالمين دوله قويه, وعندنا القدره اللي احنا نسيطر على كل المواقف. وفي نفس الوقت النادي الاهلي مع الاتحاد, انا كنت عندي الاستاذ احمد مجاهد يوم الجمعه عشان خاطر برضه بخصوص ماتش الكاس يعني, فقلت له النادي الاهلي او اي نادي مع الاتحاد هو المظله بتاعتنا اصلا, احنا متفقين مع الامن وبننفذ التعليمات واحنا في ظهر الامن, مش هنقبل بغلط, فلازم كلنا نتفق ونتحمل مسؤوليات, بحيث في الاخر خالص ده بيرجع للفريق بتاعك. مش هقول مش عايزين راحه الجمهور ماشي, بس في الاخر في الاول في الاخر راحه الفريق بتاعك والجمهور اللي موجود اللي الامن بيسمح بيه احنا ملتزمين بيه بالاسلوب اللي احنا شايفينه ازاي كلنا نبقى تعاملين مع بعض. فربنا سهل ان شاء الله نشوف, نحاول نبقى في القاهره, مش شرط استاد القاهره يعني, لكن نحاول نبقى في القاهره. ده الجزء بتاع مباراه الترجي ان شاء الله.